التمديد الثاني للحجر الصحي الذي أعلنته الحكومة كان منتظرا لعدة مؤشرات، منها أن الحكومة لا تريد أن تكون هناك بؤر عائلية بمناسبة عيد الفطر، وكذلك الحكومة لا تريد أن يتم إهدار كل المكتسبات التي تحققت في المغرب في الأمطار الأخيرة. هناك تحسن لجميع المؤشرات التي يمكن أن ترفع بها الدولة الحجر الصحي، كنسبة الفتك، كعدد الواردين على غرف العناية المركزة، وعدد الحالات الحرجة. بقي أن يتحسن أكثر معدل تكاثر الفيروس، وهو المؤشر المهم الذي ينبغي أن يصل إلى أقل من 0.7 لكي يتم يعني الشروع في خفض الحجر الصحي بشكل تدريجي. أعتقد أن الحكومة قد أسست لهذا القرار بشكل علمي، حيث اعتمدت بالخصوص على توصيات اللجنة العلمية المعتمدة لدى وزارة الصحة، والتي طالبت فيها القيادة المعنية بمكافحة هذا الفيروس بتمديد الحجر لأسبوعين. هذا القرار رغم كونه شكل صدمة لبعض المغاربة الذين كانوا ينتظرون يعني رفع الحجر الصحي نظرا لبعض الأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي لا مفر منها في مثل هذا السياق، إلا أن الجميع يعني متيقن من أن هذا القرار يصب في مصلحة المغاربة وفي مصلحة البلاد. وأعتقد أنه قرار سيعطينا الفرصة لكي نطلع على ما سيقع في أوروبا التي سبقتنا بالرفع التدريجي للحجر الصحي. ثم ليست هناك فائدة كبرى من رفع شامل للحجر الصحي في ظل إغلاق الحدود الدولية الذي لا زال مستمرا إلى الآن. صحيح هذا يهدد القطاع السياحي بسكتة قلبية، ولكن الأمور هكذا تجري الآن. الأضرار الاقتصادية هي محققة، بينما الكارثة الصحية تظل محتملة، وبالتالي فأعتقد أن القرار كان صائبا، وهو أن نتفادى ما هو محتمل، لأن ما هو محقق قد تحقق بالفعل، وبالتالي ينبغي أن نستمر في تفضيل صحة الإنسان على صحة الاقتصاد في حدود تكون معقولة لتنفيذ خروج آمن من الحجر الصحي، يكون متدرجا ومخططا له، ويراعي اختلاف انتشار الوباء بين الجهات. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.